بفقرة تكنولوجيا بأحلى صباح دائما نتعرف على مصطلحات جديدة على تقنيات جديدة خاصة بعالم التكنولوجيا والإنترنت. اليوم ضيفتنا بالاستوديو غادية جهاد هلال خبيرة بمجال التكنولوجيا التربية وعضو مجلس نقابة تكنولوجيا التربية كمان رح تخبرنا عن إنترنت الأشياء أو إنترنت أوف ثينكس. أهلا وسهلا فيك غادية. صباح الخير. بونجور. كيفك اليوم؟ تمام أنت كيفك؟ وعيتك أنت حتى الألارم طفيناه كله تكنولوجيا. وجيت من محل وكله تكنولوجيا. خبرينا أكثر عن Internet of Things وكيف عم بيلعب دور هلأ بحياة البشر وقديه عم بيكونوا متكلين عليه بمحلات كمان. Internet of Things أو إنترنت الأشياء هو مصطلح عم نسمع فيه كتير صرنا مؤخرا، وإذا بدك هو مستقبل التكنولوجيا. تعريف Internet of Things هو شبكة من الأشياء المادية بداخلها برامج سنسورز، برامج تقنية رقمية متعددة بتسمح للتواصل وتبادل المعلومات والتواصل بينها وبين الكلاودز اللي هن السحابات كلها من خلال الإنترنت. لا تنفيذ مهمة بدنا إياها، بس أكيد من دون تدخل الإنسان. يعني نحن عم نحكي هون لازم يكون في انترنت كل الوقت، يعني أكيد. بنعرف في بلدان ما بينقطعوا من الانترنت، المناطق حتى بيكون عندها الانترنت الخاص فيها، حتى مش البيت بيهتموا بالانترنت. هو بيتم هيدا التواصل عبر الانترنت، عبر الاي بي ادرس من دون تدخل الانسان. فاكيد بده يكون عندي انترنت. هلا قبل ما نفوت تفاصيل اكثر، قديش شخص بس يعتمد على هيك نوع من التطورات بيضيع بلاهن؟ يعني منلاحظ إذا صار في انقطاع بالإنترنت بطل يعرف يشتغل الإنسان أو يعمل الشغلة لحاله. هو هلأ ما في شيء بيزعجنا إذا بدك كلبنانية وكبشر إلا بس تروح الإنترنت. مربوط. كل شيء منقدر منكفي حياتنا عند أي عقبة أو عند أي مشكلة إلا إذا وقفت الإنترنت، وهي الإنترنت ما رح توقف. قد ما صار في هلأ تخوف إنه الإنترنت بدأ توقف وأجاره بده يوقف وكل هاي الخبريات، الإنترنت ما رح توقف. واصلين أكيد ل 5G وواصلين لتقنيات اعلى واعلى. يعني العالم عم بيمشي كمان أكيد. عالم التكنولوجيا وعم كل العالم مضطر بدنا نضلنا نركض لنلحقه 100%. هلا انترنت اوف ثينكس قلنا بيشتغل على اي بي اي معين اللي هو كمان بيكون نوع من الارتفيشال انتليجنس. exactly. كمان بينزاد على حياه الانسان ان كان على الديفايس الماشين الاله اللي نحن بتكون عندنا اياها، وبنقدر نربطها على تليفوننا نعمل كونكشن معينة ونقدر نتحكم فيها. مني ماشينز بيشتغلوا مع بعضهم. مني عم جسد أنا هول ماشينز، فيني أقول عنهم كائن، مش كائن حي بس هني فيني أقول عنهم كائن. نتواصل معهم بنحكي معهم بطريقة أكيد المعنى. أو هني كمان ماشينز بيحكوا مع بعضهم. يعني هلأ رح أعطيك إكزامبلز كيف الطريقة اللي بتصير. أول شيء رح أقلك التقنية اللي بتشتغل عليها الانترنت أوف ثينجز. إذا بدك فينا نقول بالكلاود كومبيوتينج أو الحوسبة السحابية، اللي هي التقنية اللي بتسمح لنا بتخزن المعلومات عن بعد وبتسمح لنا نتحكم بالأجهزة اللي هي انترنت الأشياء أو انترنت أوف ثينجز كلها عن بعد. هي كل شيء خاصه بالكلاود للاشخاص اللي عم يحضرونا. الكلاود او السحاب التبع تابع للانترنت هو كل شيء بيخزن المعلومات، ولكن مش بطريقه يعني عنا موجوده لها بس يسلي. نوصل لها، بيسمح لنا نوصل لهي البيانات من اي جهاز، من اجهزه مختلفه موجوده هول البيانات عندنا. لو ما كنا بالعالم بنفتح الكلاود تبعنا بنلاقي انه عنا هدول الاكسس وبنقدر نفوت عليهم. اكزاكتلي. في كمان الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج هي بروجرامز والجوريزمز بتكون معموله كرمال تسمح لهي الماشين او الانترنت اوف ثينجز انها تاخذ قرار سريع. يعني انا اذا بدي يكون عم بحكي ماشين، اذا بدي اخذ اكزامبل على السمارت ووتش، اذا صار عندي حيالة اكشن، اذا بدي اخذ الناحيه الصحيه دغري هي بدها تاخذ الاكشن من خلال معلومات موجوده عندها بتاخذ قرار وتنفذه. يعني نحن سمارت ووتش واحدة من الأشياء اللي هي كمان تابعة للإنترنت أوف ثينجز. أكيد. أوقات بس نشتري لمبة بتغير لون، كمان نعمل لها كونكشن على تليفوننا ونصير نغير من تليفوننا. كمان رح أعطيك إكزامبل بيستعمله دكتور، سمعته بدكتور بمصر. هو كان بده يخبر أمه عن الاختصاص اللي بده يتخصصه، ما عرف غير يجسد لها إياه بطريقة موجودة عندهم بالبيت. إذا بدك البراد بقلب بالبيت موصول بيكون بابليكيشن بالسوبر ماركت، بيكون في محطوط مينيموم، اذا بدك مينيموم كوانتيتي للبيض بالبراد. اذا حطوا
بيظن له انه هي لازم تكون ما تكون اقل من 5، بس يصير العدد للخمسه دغري بينبعث الاوردر على الابلكيشن بالسوبر ماركت وبيجي الاوردر. هون بكون عن جد حكيت عن انترنت اوف ثينكس. هون كمان عم نزيد كثير مسؤوليات على التكنولوجيا. صح. وعم من يعني عم بيروحوا من دربنا، وهيدي يمكن بتحسن حياه الانسان، ولكن اكيد في سلبيات. شو هن ايجابيات وسلبيات الانترنت؟ بتسهلنا اياها كثير، بس سلبياتها بدنا نكون كثير واعيين للسايبر سيكيورتي. يعني انا صحيح فوت كل هالتقنيات اللي عندي على البيت او اللي عندي على الشغل او لاي مطرح كان، بس هون قدي بدي انتبه لخرق هاي المعلومات. مزلط. انا عم بحط هاي المعلومات على الكلاود، قدي بده يكون عندي سكيورتي كثير للهاكرز، قدي بده يكون عندي سكيورتي كثير قويه. هو رح يكون عندي سكيورتي كثير قويه، بس قدي بده يكون دورنا بالمجتمع نحن نوعي على هاي السكيورتي كرمال الكل يكون عم ينتبه من المعلومات اللي عم تنحط على الكلاود، من المعلومات الشخصية اللي لازم نعرف أي معلومات عم تنحط وأي معلومات لا. وإذا وجدت بقلب البيت في احتمال أكبر إذا انخرقت للسرقات، كله في كاميراز، في هيدا أكبر خطورة، هي خطورة الهاكينج. نحن دائما بنحكي ببرنامجنا كمان وخاصة بفكرة التكنولوجي إنه الأشخاص لازم ينتبهوا ويكونوا واعيين انه شو ما بيحطوا على الانترنت العالم فيها توصل له بطريقه. صح. او باخرى. لو كان في باسورد لازم يكون في عنا تو واي اوثنتيكيشن، في لازم يكون عنا كثير اشياء باك ابس ما تخلينا نوصل لهذا الموضوع. وبعتقد لما نوصل لانترنت اوف ثينجز اوقات يمكن الجهاز السكيورتي اللي بالبيت فيه نعمل له هاكينج. يعني هول الاشياء كمان لازم نكون واثقين منها كيف بدنا نعملها. هلا عم نحكي نحن بحياه الانسان بالبيت البراد، ولكن المؤسسات والشركات عم تستعملها وعم بيلاقوا كثير تقدم بالإنتاجية تبعهم بالربح تبعهم من وراء هذا الموضوع. قدي بيلعب هذا الشيء دور بالشركات والمؤسسات؟ قدي عم بتكون عم بتسهل، قدي عم بكون عم بوصل لتقنيات أعلى، قدي عم بوصل لإنتاج كتير كبير بوقت كتير قليل. يعني أنا إذا بدي أجي أخذ أشخاص اللي هني عم يشتغلوا بقلب المؤسسات وبقلب الشركات، قدي بدي وقت لكون عم بعطي إنتاج كتير قوي. مجرد ما دخلت أنا صار عندي تقنيات كتير عالية، صار عندي سرعة بالإنتاج هائلة، صار عندي مدخول اقتصادي أكبر. يعني هم بكون عم نمي الاقتصاد. بس دايما برجع بنعيد أنه دايما بده يكون عندنا سيكوريتي حتى للشركات. أكيد، وللشركات يمكن بعد أكتر لأنه صح. شركة بالنهاية ومعقول تأثر على العالم كله. نحن عم نشوف يعني قديه عم بيكون اوقات الهاكينج تسليه كمان اكثر من انه بس للسرقه او للاذى. يكون اشخاص انه هي تعمل هاكينج لهيدا الاكونت او لهيدا البروفايل، بس لما يصير في مصاري بالدق بتصير اخطر واخطر الخبريه. صح. وقع الانترنت بلبنان نحن بنعرف يعني هلا خاصه باخر فتره ما كثير الانترنت عم بتكون معتمد عليها، يعني عم يكون عندنا واي فاي او حتى 3G او 4G، ما عم نلاقي دايما ارسال مزبوط، منروح من مطرح لمطرح بتختلف، بنخسر الانترنت. شو واقع الانترنت هلا بلبنان؟ هلا لا شك عم بصير في تخبط كتير كبير ما بين الواي فاي الموجود، ما بين اوجيرو، ما بين الارسال اللي هو عم بيكون كتير ضعيف. بس ما بقى الحياة بتكمل بلا انترنت. يعني في انترنت ما راح ينقطع. صار في انترنت من خلال سوق سودا للأسف. أكيد كان كتير بهمنا أنه يضلوا الانترنت محصور بالدولة تكون تقدر عم تستفيد هي منه، بس لا، صار في انترنت بسوق سودا لأنه ما في شيء بقى بيمشي بدون الانترنت. نحن نعرف الشركات اللي فاتحة بلبنان عم تعتمد على الشغل مع برا، وشغلها مع برا بيعتمد على الانترنت. النظام الصحي قدي عندك ماشينز بالمستشفيات، ما فيك كمان غير كلها موصولة على واي فاي اللي هي تبع أجهزة التنفس، أجهزة المراقبة، مراقبة المرضى. يعني في كتير، يعني هيدا الجهاز الطبي كمان ما فينا أبدا يكون خلص نوصل لمرحلة إنه قطعت عنه الانترنت وقطعت عنه التكنولوجي. أكيد، يعني بالنهاية كمان كل دقيقة بنخسرها بترجعنا لورا أكثر. صحيح. بدي أحكي هون عن الأشخاص اللي هلأ نحن بلبنان، لأنه بنعرف نحن ما عنا كتير برادات فيهم كونكشن أو هيك، بس عنا سمارت تي فيز، عنا بالبيت كمان أوقات منغير الضوء مثل ما قلنا بالتليفون. قديه هيدا الشيء عم بيأثر أكثر على حياة الإنسان بلبنان؟
هلا عم بيأثر ايجابا. يعني كل ما هون بعدني انا هون ما فت بخبريه الهيل سيكيورتي اكثر شيء هي اللي بتاذي اللي بدي احكي عنها سلبا، بس كل هالخبريات قد ايه عم بتسهل حياه الانسان. انا كل التكنولوجي موجوده عندي قد ايه عم بتسهل لي حياتي. اذا بدي كمان اعطيك اكزامبل، بما انك اعطيت بقلب البيت، بقلب البيت اذا بدي احكي عن في طنجره فيها لها تشيبس كثير صغيره بتنحط التشيب فيها كل الطبخات اللي بدها اياهم ست البيت. يعني هي بس مجرد بتعمل كودينج، بتنقي اي طبخه بدها اياها وخلصت الخبريه. لا، عم بتسهلنا، لا شك انه عم بتسهل الحياه كثير. وعم بيكونوا الاشخاص عم بيتاقلموا مع هذا الموضوع ولا عم ينقذوا منه وعم بيضلوا خايفين؟ لا، هلا صرنا بوقت انه الكل عم بيصير عم يتاقلم والكل صار بده التكنولوجي الاعلى. يعني كل ما عم نوصل للتكنولوجيا عم نرجع نطلب الاعلى. يا ريت عندي هيك. ما عم نكفي بس بهيدا وبدنا نتقدم اكثر. اكيد. غادية، شو كلمه اخيره بتحبي تقوليها للجمهور اللي عم بيحضرنا، ان كان بخصوص التكنولوجي بشكل عام، الانترنت، حتى السكيورتي، شو بتحبي تقوليهم؟ اول شيء بدي اقوله انه التكنولوجيا هي هلا كيف ما بتروح، ما في ترند موجوده غير التكنولوجيا. بس عندي رسالة بوجهها للأهل ولطلاب المدارس، بما أنه نحن نقابة تكنولوجيا تربية، أنه نحن نسمح لأولادنا باستعمال التكنولوجيا، نوعي أولادنا، نفوت أولادنا بالروبوتكس، نلهيهم بالأشياء التكنولوجيا اللي بتفيدهم، يكون عم وعيهم بالسايبر سيكوريتي ليكونوا عم يستعملوا التكنولوجيا ويتعودوا أنه هن التكنولوجيا موجودة لتفيدهم مش لتأذيهم. يكون عم عودهم أنه هاي التكنولوجيا هي رح تسهل لهم حياتهم، رح توصلهم لأهدافهم أو المطارح اللي بنا إياها. ما كون عم بستعملها بطريقة غلط، المعلومات للولد اللي هو بده يدخلها على الإنترنت، أو إذا بده يدخل هويته في خصوصيات ممنوع أنا دخلها، اللي بنا نكون كتير منتبهين لأنه هيدا هو الجيل اللي عم يكبر على التكنولوجيا. مزبوط. وتعليقا على كلامك كمان، انه نحن بنشوف الاهل اوقات بينقذوا او بيخافوا من التكنولوجي، من السوشيال ميديا، من الانترنت بشكل عام على اولادهم، ولكن بيقطعوا. ما لازم نقطعوا، لازم نوعي. هلا كنا بس صار حتى الاهل عم يعتمدوا على التكنولوجيا. يعني في اهل معلمات كانوا عم بيعلموا اونلاين، في اهل موظفين اشتغلوا فتره كثير كبيره اونلاين، صاروا حتى الاهل عم يعتمدوا على التكنولوجيا. صرنا هون ما فينا نقطعها، بس بدنا يكون عندنا توعيه على كيفيه استعمالها بالطريقه الصحيحه. اكيد بدي ارجع اشكرك غادية جهاد هلال يعني على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياهم. بعتقد كل الاشخاص هيك صار عندهم فكره جديده كمان لوين واصلين معقول بالمستقبل، ان كان من خلال الماشينز اللي عندنا هن بالبيت، الكونكتيفيتي المعقول تصير، وكمان تسهيل الحياه للانسان. يعني لازم تكون الانترنت والتكنولوجي بخدمه تسهيل حياه الانسان. ميرسي كثير لك غادية جهاد هلال، خبيره بمجال تكنولوجيا التربيه وعضو مجلس نقابه تكنولوجيا التربيه. ثانك يو. صبحيتنا بتكمل ولكن بعد بريك قصير.